مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتكم نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. كما كتشوفوا اليوم غنصاوبوا معكم تيراميسو، واحد الطريقة سهلة جدا. هنايا عندنا لي بودوار، واحد جوج ديال الباكيات، كل وحدة فيها 200 غرام، يعني 400 غرام. عندنا هنا الكريمة السائلة، تقدروا ديروا هادي ولا أولالا اللي عندكم. بالنسبة للتزيين غنحتاجو شوية ديال اللوز، شوية ديال القرقاع، هنا كذلك هنايا القهوة سريعة الذوبان خلطناها مع شوية ديال الماء، يكون غير بارد عادي. وعندنا كذلك جوج ديال البيرلي. إذا نخليكم مع طريقة التحضير، ما تمشيو فين، وإلا كنتو باقي ما اشتركتوش مرحبا بكم، ضغطوا على سبسكرايب مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بقاو معنا. أول حاجة غنديرو غنكبو الكريمة السائلة في الإناء، وغنضربوها جيدا حتى يتضاعف الحجم ديالها وتولي عندنا كريمة. بسم الله، غادي نضربو جيدا. إذا كما كتشوفو بدا كيضاعف الحجم ديالها، والآن غادا نضيف سكر سنيدة على حسب الذوق. بالنسبة لهاد الكريمة اللي عندي ماشي حلوة، غادي نضيف سنيدة شوية بشوية وندقق كنقطعو. والان مشاهدينا الكرام غنزيدو جوج ديال البيرلي، يكون البيرلي الحلو ما يكونش هذاك المسوس. اذا نضيفو جوج ديال البيرلي ونعاودو نطربو جيدا باش يندمج لينا الخليط. كما كتشوفو راه بدلنا المول حتى طلع لينا بزاف تبارك الله، وكان غادي يفيض ضروري بدلنا المول، خلينا واحد اكبر. والان كملنا من التراب ديال الكريمه ديالنا، دابا غنمشيو لي بودوار. غناخدو المول اللي غنديرو فيه هاد التيراميسو، وغادي نغطسو لي بودوار في القهوه ونحطوهم في المول. اذا غادي ناخدو لي بودوار ونغطسوهم هاد البلاصه التحتانيه، نغطسوها في القهوه بهاد الطريقه.
نديروها في المول. من الأحسن إذا كان عندكم مول مربع ولا مستطيل غيكون أحسن. أنا عندي غير هذا أوفال، ولكن ماشي مشكل. هاد البلايص غادي نوقف هاد لي بودوار تما. إذا نكملوا المول كامل ونرجع لكم إن شاء الله باش نضيفوا الكريمة. الآن كما كتشوفوا أنا كملت الطبقة الأولى، دابا غنضيفوا لها الكريمة. حاول نبسطوا عليها بهذه الطريقة حتى نكملوا ونرجع معاكم. الآن غنبسطوها جيدا بهذه الطريقة. تقدروا ديرهم كذلك في الكؤوس التحليه، تقطعوا قطع صغيره من لي بودوار تكبوهم في الكؤوس وتضيفوا لهم الكريمه من الفوق وتبقاو غاديين هكا نفس الطريقه. تقدروا ديرهم غير في الكؤوس. الان غنديروا نفس الطريقه، ديروا الطبقه الثانيه من لي بودوار. اذا نبقاو كنبسطوها شويه هكا بسباتول قبل ما نديرو الطبقه الثانيه ديال لي بودوار. بالمناسبه اليوم حاضره معايا شهيوات كنزه مهري، كنرحب بها في القناه ديالي. اذا الان غنبداو نديرو الطبقه الثانيه من لي بودوار بنفس الطريقة. غادي ديجا كنت درتها في القهوة. إلى ما كنتوش كتبغيو القهوة تقدروا تغطسوها فقط في الحليب، كتجي كذلك بالحليب. يلا ديري وحده، البنيه ديالي حتى هي قالت لي بغات ديري وحده. صافي شويه، برافو. صافي ديري وحده هنايا هنا. اذا بعد ما كملنا لي بودوار كاملين درنا الطبقه ديال الكريمه. كنا بغينا نديرو بحال لا غوسيت الاصليه الايطاليه، نديرو فوق منها البودره ديال الكاكاو المر، ولكن للاسف كاينين العائله ما كيبغيوش هذيك البودر، لهذا قررنا نديرو فقط كاوكاو عفوا اللوز والكركاع مهرمشين. غندكوهم شويه وغادي نديروهم من الفوق. اذا مشاهدينا الكرام، بعد ما بردت تيراميسو عفوا زوقناها باللوز والكركاع مهرمشين، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي رائعه. كنتمنى تجربوها وتخليونا التعليقات ديالكم، وكذلك لما لا تبارطاجيو مع الاصدقاء. اذا الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.